ياسين كيفاش البلان ديال هاد الديسك؟ هاد التراك ديال أسامة كوبنهاغن. واش هو كوبنهاغن؟ هو عايش في الدنمارك ياك هادشي علاش؟ ما عايش في الدنمارك وعايش في الكاريان. كاريان ديال الدنمارك. ديال الدنمارك ديال كاريان ديال كازا دوار الغفلة. بالمناسبة كنبغي تحياتي للناس ديال دوار الغفلة. كيفاش البلان ديال هاد بنتي لينا معاه في الكليب فهمتي؟ واش انت البروديوسر انت المنتج وقيلا؟ لا 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 دابا هو أسامة اول حاجة من الناس اللي باغين يطوروا حياتهم وما مداش في الفكرة ديالو بان راهو كاريان محقور. بالعكس دير راسو قيمة وكيضحك مع الناس كاملين وواحد اللي باغي يحفر باش يلقى النجاح ديالو. بالنسبة للفيديو كليب انا كان حمزة كان أسامة صاحبي وكان نهضر انا وياه في لي لايف على انستغرام في التليفون كنضحك معاه كنقول ليه دابا انت يا سنانك بزاف عندك سنان بزاف كنبقى نقول ليه ديناصور اكثر من ديناصور تنقول ليه شوف انا اللي حسب لي سنانك نعطيه اللي بغاه ولا يحكموا عليا مسابقه وتنقول ليه قرب سنانك ف باش يحسبوهم والو تيقربوا ما كيتحسبوش حد ناتي يقول لي علاش انت ما تجيش تحسبهم قلت لي والله تنجي نحسبهم. جاء ذاك النهار في رمضان اتصل بيا قال لي اجا ياسين باش تحسب سناني قلت صافي والله تنمشي عنده. مشيت عنده قال لي شوف راه ما كاين لا سنان لا والو لبس هاد الشورت لبس هاد الشورت قطع شي خنشه هو راه غايبان لكم فيديو كليب لبسو لبسني هذيك العيبه ديال الوالد ديالو راه شفناك بستيل بلدي في الكليب لا ميكس بلدي مقموع بلدي مقموع هو صوبو براسو هو صوبو راسو الهريبان ديك مش صوبو قطايه قلت ليه شنو غادي دير قال لي شوف اشنو عندي وشنو عندي وشنو عندي بغيت ندير فيديو كليب وهذه بغيتك تعاون معايا. وهو من عطاني هذاك اللبس وقال لي هاد الهضره كيتسنى مني شي ردات الفعل اللي غنقول له واش تمسطي سيختو قال لي واش غتكون شيفور ديالي لا في طوموبيلتك لا في طوموبيلته هو هي الكروسه والحمار قال لي هادشي كون شي فور بجوج هو دابا تيقوله وخايفني ندور فيه ولا شي حاجه بقيت نشوف فيه زيد قلت ليه زيد هو تصدم ذاك كيبوس فيا كانك فيك لي لا انا ما زيد اخويا انا معاك زيد نشوفها فين تخرج صافي لبس هذاك الشيء طلعنا للسطح مسكين باش كتطلع للسطح صعيبه صاحبي الدروس صغار والله يحسن العوان الله يحسن تطلع دروس صغار زاد عجبني في هذاك السيد الحالة فين عايش هو وفرحان ديما فرحان ديما هذي مفتخر براسه مفتخر براسه ما ناقص يقول انا ما ناقصني والو انا راضي بهذاك الشيء الحمد لله باغي يدير شي حاجه كيبان باغي يدير وانا عزازين عليا الناس اللي كيبغي يدمر تقول ليه دير اي حاجه يديرها ماشي ما كنحملش هذوك الناس اللي كيقول لك لا غادي يشوفوني كان لابس هذه تيشوفوني كان شطاب لا بالعكس اي واحد راه بدا من ازيرو هذاك الشيء اللي عجبني فيه وخلاني باش ندير مع هذاك فيديو كليب بحال دايره خويا ولا شي واحد من العائله لبس هذاك الشيء طلعنا للسطاح فيديو كليب في شي ساعه ولا شي ساعه ونص تقاب 150 درهم الفيديو كليب كامل 150 درهم قله ديال المونتاج ديال المونتاج هذاك الشيء وقيله والماكله ديال الحمار صافي لقينا هكاك مشيت درت معاه فيديو كليب الحمد لله عطا واحد النجاح واخدين توندونس في طاليان في المغرب ما عرفتش واقيلا وصلت المليون ولا ما نعرف هو كان في طاليان ياك هو الامنيه ديالو يمشي لطاليان وايد راح نسحبنا في طاليان شوف انا سي باش هو كيهضر بالطاليانيه ومطلوق بحال هكاك ما نعرف واش كيخربق فيها ولا لا المهم ولا هذيك اللحظه ديال الو هذيك هي هذيك المهم قال لك انزاغي بيرلو كاسانو وديزا فاهم فهمت هو شوف هو كيقرا هو كيبيع البيض بهذيك الروسه ديالو كيبيع البيض كيصوفي برافو عليه معيش والديه كيقرا لنا والشعب والله الا برافو برافو برافو